صادق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها 26 المقررة خلال الفترة ما بين 21 من ديسمبر من العام الجاري وحتى 3 من يناير من عام 2025 كإجراء روتيني وفقا للائحة الاتحاد. وقال بيان الاتحاد لكأس الخليج العربي لكرة القدم إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للاتحاد في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة لمناقشة عدد من الموضوعات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.